عليكم البنات، كي دايرات؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه جد رائعه للبشره، للناس اللي عندهم ولا البنات اللي عندهم البشره اثرت فيها الشمس ولا داكنه ولا عندهم لون البشره ما موحداش. جبت لكم واحد الوصفه زوينه زوينه البنات. غادي ندوزو المكونات ديال الوصفه، بقاو معايا البنات. البنات كما قلنا كنحتاجوا ليها معلقه تاع ياغورت طبيعي، دانون طبيعي ما فيه لا سكر لا والو، ومعلقه تاع مايزينا البنات، مايزينا معلقه تاع مايزينا قلنا، ومعلقه تاع ياغورت ولا دانون طبيعي، وراس معلقه تاع الفازلين البنات، راس معلقه تاع الفازلين. كنشدو اولا كنهزو المايزينا هي الاولى، كنديرو معلقه تاع المايزينا، وكناخذو راس معلقه تاع الفازلين، بحال هكا كيبانش ليكم، بحال هكا البنات. وكنزيدو عليها معلقه تاع ياغورت طبيعي، دانون طبيعي، وكنخلطو كنخلطو كنخلطو المكونات كلها على هذا الشكل هذا البنات. كنخلطو المكونات نبقاو نخلطو باش هذيك الفازلين تمعس لينا مع الياغورت ومع المايزينا هكا البنات. كنبقاو نحكو فيها وكنبداو نطلعوها. اللي ما عندوش هذه غير بيدي ديروا حتى العناق ديالكم البنات. صراحة هاد الوصفة هادي راها زوينة للصفاء البشرة وتوحيدها. هانتي درت غير معلقة صغيرة، وشوف البنات راه باقي ليا بزاف، يعني ما ديروش ملعقة كبيرة، غير معلقه صغيره معلقه صغيره من الحاجه قاضي الغرض. وكنخليه 20 دقيقه على وجهي، ومن بعد كنغسلو غير بالماء البارد. بقاو معايا البنات باش تشوفوا النتيجه النهائيه. وهاني رجعت لكم البنات من بعد ما دازت 20 دقيقه. دابا غنغسل وجهي بالماء البارد البنات، ماشي الماء السخون، من الاحسن البشره ديروا ليها الماء البارد.
فوالا البنات، من بعد ما غسلت الوصفه خاصك ضروري ترطبي دائما البشره ديالك بشي كريم. انا غندير هاد الكريم تاع ليدل اللي كيتكون من مواد طبيعيه وكنت هضرت عليه، راه كريم دو جوغ تاع النهار زوين مرطب، هو اللي غادي نستعمل. وانتم استعملوا الكريم اللي عندكم، ضروري ما ترطبوا البشره البنات، واخا راه درنا ليها الفازلين وداكشي، ولكن ضروري من الكريم تاع النهاري يعني اللي كنديروه في النهار كريم مرطب، يكون اي كريم ولا زيت كل واحد واش كيدير، ولكن احسن الزيوت ما تستعملوهاش بنهاري اللي كنتو غتخرجوا. فوالا البنات الوصفه ديالنا ديال اليوم، وكنشكركم بزاف على التتبع ديالكم، وشكرا لكم بزاف، ونشوفوا ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله. السلام عليكم.